من على اشرف المرسلين. السيده غالي ولاي انت مشن، السيد رئيس المجلس الشعبي الولائي، السيد الامين العام للولايه، السيد رئيس دائره ملح، السيدات والساده الحضور، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نستهل تقديم بالمشاريع التنمويه المسجله على عاتق مدير التجهيزات العموميه للولايه على مستوى دائره الملح. المشاريع المنجزه والمستغله تخص قطاع التربيه الوطنيه، الطور الابتدائي، مجمع مدرسي من نوع باء بتجهيزات نوار الملح، مجمع مدرسي من نوع باء بشعبه اللحم، مجمع مدرسي من نوع جيم بشعبه اللحم، خمسه اقسام للتوسعه بمدرسه محمد بن ضياف بشعبه اللحم. المبلغ الاجمالي لهذه المشاريع هو 124 مليون و100 الف دينار جزائري. فيما يخص الطور المتوسط، متوسط تارجا من نوع باء خمسه، المبلغ الاجمالي لهذا المشروع هو 110 ملايين دينار جزائري. فيما يخص الطور الثانوي، دراسة وإنجاز ثانوية تنميات مقعد 200 وجبة مع قاعة الرياض بتارجا، دراسة وإنجاز ثانوية 600 مقعد 200 وجبة بشعبة الحم. المبلغ الإجمالي لهذه المشاريع هو 360 ملايين دينار جزائري. المشاريع التي رفع عنها التجميع، الطور الابتدائي، مجمع مدرسي من نوع دال بالمالح، قد تمت دراسة دفتر الشروط من طرف اللجنة الولائية للصفقات العمومية في 13 فبراير 2018 بحيث التحفظات في قيد الرفع. الطور المتوسط، متوسطة باء 6 بشعبة الحم، لقد تم الحصول على التأشيرة يوم 20/2/2018.